السلام عليكم. أماني يوم نوري كما لدى الأفن في الحار يعني يقوم من أي حال. يا أخي لو يقول لك أنا مش مخلص مع السلامة مواصل معي مع السلامة بما أكلت بسرعة. تمام مالك يا فندم. وين الكلام؟ أنا مع ابنك ابنك ما شاء الله عليه سعدية في سوق الطب أمان إنه كرك الطب يدرك سوى ما شاء الله الآن بدك هواي. وبعدين اين وضعك الاول؟ اي حصر عمرك هذا الجديد؟ اعطيك موضوع في السياره. اسرع ما انت مصروف الله وعمال مختارك. الحين قل لي اين انت؟ مكنت غياب، مكنت سيدي، مكنت جاي، ما هو الخبر حقك؟ حتى هو حق الله، اقطع الجبهه. يا فندم هدنك، وبعد التالي نحن اهلك هذا الايام تدور القش. على شيء تقول لي كيف تفعل؟ من اللي يعني من اللي تتدور؟ ايش بينك على شيء؟ أنا بين داهم في وظيفة الرسمية ونطلع عقبهم ونسوي شيء أشياء وبعدين أنت تفكر ضر الله نقدم مشاريع نقدم في ناس رؤية أنا أشتي تقول لي كم تتفعل أنا أعرفك إحنا جينا أنا وأنت سوا سوا طبيعي أنت جينا أنا سوا سوا وأنت ذا الحين أمورك سابرة أو كلك تندلك وأنا جالس صادق أنا ما بدي أعلمني لأنك جالس مكانك على ما أنت يعني جالس يعني ما بتحرر أي حد ما بعد تهسر بجمع ملابسه يا اخي قد مشروع قد اي حاجه في راسك مشروع عايش مثلا اي مشروع في راسك اي خطوه الوطن يخطوها ليش اجي لعند القايد واقدم مشروع ايوه يعني مثلا اضيعه مشي نشتري دبابه ما ينفع تعرف معك خلاص جواكت تقريبا مدارس موجوده قنابل موجود ولا موجود؟ لا لا شفت مشروع سواق سواري مسكوت مشروع سواق انا هقول لك حاجه كبيره شوف مشروع يعني بالحق تمر يلا وينفع ما مش في راسي ولا مشروع اسكت اليد انا اشتغل حاجه قبل هذا اقول لك نفع تعمل انت انت ما تدخل على الاقل شيء قدم المشروع كم قدمت؟ خل اقدم لها عندها المشروع يعني هذا السلام عليكم عم لقيت هذا المكان كيف يقدموه كيف يقدموه؟ أنت الشيء فلوس في سفر في الله أنت مشروع تمام تخيل الآن أنا الحين ما تحكي الآن أنت حكي لها عندي وريني كم عندك أصور أنت تكمل أيوه تمام أنت جاي أيوه مثلا تمام هذا لا ما بشتاي من هذا الصور سلام عليكم يعني هذا السلام عليكم أفي احترامك في دقيقة يعني أنت عارف المكتب حتى جاي في مكتب في سبيل أن نستعمله وين وين تخيل أتخيل أيوة أفعل أبقابلي هاي الشيء تقع قايد وما قبش معك بقى خلاص خلاص أفعل لك أنا بقى ما هذا الشيء بقى على منيو ولا أخشب باع بحساب قيمة يلا أتخيل هذا بقى أكون يدو وقايد طويل ولا قصير خلاص يلا تخيلنا بدل الباب جاهز يلا ده احنا صادق اها يلا تمام طب 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 حكي الباب ولا المقدر واحد اثنين ثلاثة عبد الشريف وغيره ثلاثة تمام خلاص حاضر تك 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 خل تك 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 خل هذا حتى انا معه تك 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 ادخل ادخل عليك حمار ولا بزع ادخل ما هيك طب خلاص شو بدنا ده؟ بنفعل من الصبح وسكرنا الباب ويجي تعب هذا اخترق خلاص يا رك يلا تك 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 خل شوف شوف هذا المغلقي والله اللي بثلاثة وخمس استغفر الله العظيم شوف شوف لا تك 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 قل
cocok. انت تبع جيش وطني، انت تبع من؟
تبع الجيش. الجيش ما يحتاج هذا. الناس عندي فيكم حاجة كبيرة. احنا معانا هدف عظيم. شو الحال الوطن؟ كنتوا داخلين في هذا الشروط ونزلتها. خلاص يا بندم. كم معكم وما تدري ليش تبغوا حاجة ما ادريش. بالله عليك طب ما الاسبوع معك جديد سلمناه. رصاص كيف رصاص؟ رصاص يعني كيف؟ تمام يا رب العالمين يا سارق السلام عليكم.